عظيم، رائع رائع. شوفوا شو حلو، انا احلى ما حد يقدر يمنعني ادخل لبنان. شوفوا تمنعوني من البر اجيكم من البحر. شوفوا لبنان الجمال، هذه صخرة الروشة، هذا اثبات ان انا عندكم. شوفوا، وهذا البوت حقي ومعايا الشاعر ابراهيم الرشيدي، ايش كتبت لي قصيدة سمعني. والله خرفانة انا مدري دايم وش اقول، شايفة نفسي بالغنى ام كلثوم تقدر تقول. وش قلت يا مهبول؟ انا احلام ملكة الغول، حلوميني لي معبوديني والجمهور والاحباء اللي يحبوني واللي يموتون فيا. سويت لهم مدينة على شط البحر، اما سياسيينكم ايش سووا لكم؟ ايش سووا لكم؟ سووا لكم مطمرة على البحر. انتوا تحبوهم تعبدوهم وتسوتوا لهم زي المهابيل. ايش هذا؟ لا 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 لحظة، اديني المظلة، ادوني المظلة، بتمطر يا اخي. لا 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 عادي، هذا في احد تف عليك. تف؟ بس يعني مفيد للبشرة مو هي مشكلة، ولكن ايش هذه؟ هذه حقة الكلاب. لا 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 عادي، ترى ما فرقت، نفس الشيء. انت معايا ولا مع التانيين؟ لا 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 انا مع التانيين، بس اكيد الحين معاك. احسن ما ابيع فلافل. شو عم تحكي؟ مثل ما اقول لك. هلو، هذه حقة عهد الكرم في برنامجه، هذا اللي يبغي يسوي نسبة مشاهدين من وراء الملك. شوفوا نسبة المشاهدين على اليوتيوب، انا راقبته بكلمة احلام او هاشتاج الملكة او هاشتاج جلالتي 400,000 مشاهد، وانا اشوف كل شيء، الفيوز اراقب كل شيء، كل واحد يقلدني او يسوي فيديو يوصل لي. انا متطورة في التكنولوجيا، ما تفتكر انني مش فعالة على التواصل الاجتماعي. وين احطك؟ هنا. الله، جمال جمال احلام في الروح والالفاظ. شو ها؟ مين هاي؟ بضل احمدية. شو جابك لهون؟ ليك انا وين ما كان، شو فهمت؟ شو حطت لي؟ هي الوحشه. جنن قلت لها ما تجي. سوري، شو بدنا نعمل؟ بونيتا سعاده شيلي لي السيجاره بس من وجهي هلا 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 بثانيه. شباب حدا داني 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 داني. انا ما بدخن، بس هيك عملنا لفته عن امبارح. تفضل، كيفنا؟ كيف صحتك؟ تمام. اعطيها الفولارات واعطيها الجاكيت. ايه امبارح مو بالمناسبه ايه. كانت هيك يا فرجيكي اشياء احلى كمان. شوفي عن حلقه امبارح، هيدا اهم شيء. شو هيدا؟ ضفر. هيدا اللي بتهدد فيه. طبعا اكيد بونيتا. اول شيء لاعرفكم على بونيتا. بونيتا سعاده، قبل ما نعرف بونيتا هلا شو بتعمل، بونيتا بعرفها من 18 سنة، من 98 من 98. خلينا نتعرف على بونيتا ب 98 ب 30 ثانية، وراح تشوفوا شاب معها ما بعرف إذا راح تعرفوه من شعراته، من شعراته راح تعرفوه. كمان اسمح لي رحب اليوم بزميلي معنا، هي وجه جديد بيطل على المشاهدين، هي بونيتا. بونسوار. بونسوار لك توني. كيفك؟ ماشي الحال. بونسوار بونيتا. بونسوار لك توني. كيفك؟ ما كتير منيحة. غير شعرك اليوم، كان احمر اليوم اسود، يعني جمعتي جي اخضر بتوقع. ايه خلص موف. هلا بنتوقف مع الاعلان لدقائق صغيرة. ما طلع الرقم ولكن في هدية. 9 و7 على 4 زائد 2 قديه بيعملوا؟ بونيتا انت ما غيرتي، بعدك مثل منك، بس انا شعراتي وين راح؟ انت تغيرت.
لا اكيد هيدا كان برنامج بلشناه بتخسر اذا ما بتلعب، رجعنا على شاك على بياض على ايام ما كنا نعمل برامج المسابقات بالال بي سي. انا ضليت بتخسر اذا ما بتلعب وفليت. ما شاركت على تشيك على بياض. هلا هيدا اللي شفناه هلا شاك على بياض ايه كان في كان في الشيك. بونيتا انت بتقلدي يعني هلا شفناك عم بتقلدي احلام، ظهرتي مع هشام حداد لهون وبس، قبل كنت مع حديث البلد، كنت طول مع منى مع الزميله منى ابو حمزه، بوجه لها تحيه كثير كبيره. موهبه التقليد وين اكتشفتيها فيكي؟ يعني نحن رفقناكي كذا سنه ما اكتشفنا موهبه التقليد. لا ما كان في فرصه اني اطلع عليها، يعني انا كنت ببسمات وطن كمان ببسمات وطن بس فتت على اساس انه قلد وهيك بس ما مش الحال، عرفت انه انا بحس لان اذا بدي اقلد بدي انا اعطي من افكاري من كتابتي من النكته اللي انا بدي اقولها، ما بقدر حدا يقول لي شو. مين اكثر شيء بتقلديه هيك بتحسي حالك انه بتجيبي له شخصيته 100%؟ في كذا حدا، انا بحب مثلا ماجد الرومي، ماجد فاتن حمامه، في عندك ست ريدا بحبوها مني. طيب اعطينا ثلاثه، هو ثلاثه ذكرتيهم هيك لقطه 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 لقطه. بنبلش بست ماجد، نوجه لها تحيه كثير كبيره. الموضوع مش موقف على انه اقعد اقول للناس شو بعمل او هيك، الاهم شيء بكل هول محبه ورضا الناس لإلي، انه هيدا اللي بدي اقوله. فاتن حمامه الله يرحمها. بصوا انا لما دخلت استوديو دلوقتي اللحظة أنا لقيت فريد شوقي وكل الناس اللي أنا بحبهم وحشوني جدا. أمال ما فيش بانولي ليا؟ أنا عم بتطلع يمكن في ما شفتش في لي سميرة توفيق وكلهم، لكن كلهم إخواتي، إحنا في مدرستنا ما فيش الغيرة والحركات دي، كلهم زينا. ست ريدا بهالمناسبة خليني أقول لك إنه أنا مني مجهزة ومني محضرة حالي، يعني فاجأتني وأنا بدي يا أستاذ توني شي 3-4 أيام لحضر. وإليسا إليسا إليسا بقول لك شغلة، أول شي أنا بحب أقول كتير أشياء، منهم بدي أقول سانكس لوديع شليطة اللي عمل لي شعراتي، أو أنطونيا للميك أب بيوتي لونج، إنه أتليست يقولوا عني نايس، لأنه كل العالم بتقول إنه إليسا بتاخذ ما بتعطي. بس لا إنه عم بعطي كريدت لإلهم. ثانكس. بتحكي مثل إليسا. نضال أحمدية قلت لي كنت عم تتعبي لتقدري تجيبي صوتها، ما قدرتي جبتي صوتها. بعد ما صار لي كم يوم ما بلشت. ليكي هي نضال تقلك شغلي، نضال مش من السهل تقلديها. لأنه تتحفظي الكلمات اللي هي بتقولهم هيدي وحده بدك يمكن سنين تتقدري تحفظيهم. فهمتي شو عم بقول ولا ما فهمتي؟ لا ما فهمتي. لا فيك ايه لا مزبوط، تعابيري صعبه كثير لتنفهم. طيب خليني خلينا نشوف الجزء الثاني من مدام لغات. بلا اكل من اول امبارح على البسكويت. على البسكويت. Did you mean بسكويت؟ يعني اذا بيني وبين مردوخ مردوخ، يعني انا قربت اني اوصل يكون المنافس تاعولي مردوخ مردوخ. Did you mean Rupert Murdoch؟ صاحب اكبر واهم شركات اعلاميه بالعالم. امبارح عم بحضر على اليوتيوب اليوتيوب. Did you mean يوتيوب؟ بالوسط الفني في كتير عندهم شيء اسمه mental disease disease. Did you mean disease؟ يعني امراض عقليه. هي ملكة الشفرات. معلوم صح. كلني كودز كودز. Did you mean codes؟ صديقتك كانت الرومات. عاهرة الرومات، واحدة من الرومات رومات. Did you mean roommate؟ لأنه بيعرفوا أني جورناليست جورناليست. Did you mean journalist؟ كنت سيلبرتي وقتها سيلبرتي وقتها. Did you mean celebrity؟ ودخيلك بدي أعمل كورتاج كورتاج. شو قصدي بكورتاج؟ كورتاج. Did you mean كورتاج؟ بس ما أنا ما كنت أحيلهم قد ما كنت شخصيتي هيك، عرفتوا يعني presentable presentable. Did you mean presentable؟ يعني educated، لأني قارئة كتب. يعني اللي شفناه هون قارئة فنجان. بدك مش كتير لتفهمهم. لا يعني المفارقة إنه بجلسة وحدة يعني بي بقعده وحده، يعني بكورنر وحده من الـ من الـ من الـ من الحلقه،
هالكم من الأخطاء. أولاً ليش عم نحط هودي الشيء؟ لأنه نضال إلى فترة عم بتركز على موضوع إنه هي المثقفة وإنه نحن إعلاميين ما بنعرف نحكي وما بنعرف لغات وما بنعرف يعني ما عم بعرف يمكن نحن ما بنعرف لغات بس ولا مرة بنحاول نحكي لغات على الهواء يعني ما عم بعرف هالإصرار عندها إنه دائماً تطلع تفرجينا إنه هي بتعرف وهي عارفة حالها ونحن عارفين إنه ما بتعرف. بالكتيبة ممكن تلاقي حدا يصلح لك يعني لما تكتبي نص بيجوا بيصلحوا لك المصحح وراكي بيصحح النص ما بيبين بس لما تحكي يعني علما انه كانت هي شايفة المونتاج يعني قعدت على المونتاج وشفته يعني ما بعرف كيف تركت يعني ميردوك او ميردوخ يعني صار مردوخ كورتاج صارت كورتاج يعني يعني في اشياء اوفر كتير ما بعرف كيف ما انتبهت لها او اذا هي معتقدة انه بالفعل هيك بيلفظون وهيك بيحكون فخلينا ما بعرف يعني هي حاله مميزة هذا الجزء الثاني ان شاء الله نوقف هون يعني بهذا الموضوع لانه ما القصه مش واقفه عليا كمان في عندك مي حريري عم بتغلط بالكتابه وبعدها مصره بالكتابه الانجليش بالاخطاء بالاخطاء كثير بس اللي بيغلط يعني لازم ما ينتقد غيره اكيد هذا يعني هيدي هي الرساله طبعا نحن ما نعرض طبعا نعرض عضلاتنا على الاخرين